أهلا بك سيادة العقيد. الآن سيطرة تامة للجيش على ذباب، هل تمكنت الوحدات العسكرية الآن من السيطرة على معسكر العمري؟ نعم أختي الكريمة، الجيش الوطني تمكن اليوم من تنفيذ عملية عسكرية ناجحة والتقدم في اتجاه ذباب والسيطرة على مديرية ذباب بالكامل والسيطرة على مرتفعات كهبوب والوصول ومنطقة المنصورة والوصول إلى حدود إلى مرتفعات جبال العمري والسيطرة عليها، والآن المعارك تدور في مشارف معسكر العمري، واستطاع الجيش الوطني النجاح بشكل كبير في بأسرع وقت. الميليشيات تفر من أمام الجيش الوطني وتتساقط في كل مكان، وإسناد ناجح ورائع من طيران التحالف الذي كان له دور البارز في المعركة في عملية التجهيز والإسناد لقوات الجيش الوطني في منطقة ذباب وجبال العمري وجبال كهبوب وتدمير الآليات وتجمعات العدو. إذا سيادة المعركة لا زالت الآن مقدمة ومستمرة، والجيش الوطني يتجه في اتجاه تحرير منطقة المخا والساحل الغربي. سيادة العقيد، تمكن الجيش الوطني في الساعات الماضية من تحرير مناطق كبيرة في جبهة مقبنة وجبهة الضباب جبل حبشي، حيث تمكن الجيش الوطني من السيطرة على جبل الحصن وجبل العويد ودار قاسم وقرية المركنة، وفي الضباب تمكن من الوصول إلى محيط جبل المنعم وتحرير الجبرية والصفراء وموقع وهر والقحفة والسد، والتقدم لا زال مستمر في اتجاه منطقة الرمادة في الخط الرئيسي الرابط بين المخا وتعز. أختي الكريمة، نعم سيادة العقيد، هل تؤكد الآن سيطرة الجيش الوطني على منطقة كهبوب بالكامل؟ نعم الجيش الوطني تقدم من اتجاه المندب وسيطر على جميع المناطق في من اتجاه المندب والوصول إلى مشارف معسكر العمرية، المواقع جميعها الواقعة بين ذباب والمندب تم تطهيرها بالكامل، والآن المعارك يعني مشتعلة الآن في حدود معسكر العمرية. أختي الكريمة، نعم الآن هل هناك تعزيزات للمنطقة من أجل تأمينها ومنع محاولة الميليشيا استعادتها مرة أخرى؟ المرحلة هذه أو المعركة هذه تختلف عن سابقتها، هناك إعداد وتجهيزات كبيرة تم تجهيزها لهذه المعركة، وهناك يعني خطة لتحرير الساحل الغربي والسيطرة على جميع الساحل الغربي الذي ظل يمد الميليشيات بالأسلحة المهربة والذخائر طيلة الفترة السابقة، وهي مرحلة جديدة لإحداث نقلة نوعية على الأرض والاتجاه نحو الحسم العسكري بشكل كامل. أختي الكريمة،